بسم الله الرحمن الرحيم. إني أرحب بالإخوة والأخوات الذين جاءوا من مسافات بعيدة، كما أرحب بهم مرة ثانية على أن تفضلوا بمجيئهم إلينا. بارك الله فيكم جميعا. إني ألخص كلامي في 3 كلمات: ما هو الهدف؟ كلمة. ما هو الطريق؟ كلمة. وكيف نحن يجب أن نهيئ أنفسنا للعالم الآخر؟ كلمة. أما الهدف فهو إحياء حكومة إسلامية عالمية تحتوي تحت أجنحتها 1,000,000,000 مسلم. الهدف مو تحرير العراق فقط، أو تحرير تونس، أو تحرير المغرب، أو تحرير مصر، ليس هذا الهدف. وهذا الهدف تجزئة وعدم فهم. إنسان ميت، هل هدفك أن تحيي يده؟ غلط. هل هدفك أن تحيي عينه؟ غلط. هل هدفك أن تحيي لسانه؟ غلط. وهل يمكن حياة اليد بلا حياة الإنسان؟ لا. هل يمكن حياة العين بدون حياة الإنسان؟ لا. إذن يجب أن يكون هدفنا هو الهدف الذي أمر الله تعالى به، وإن هذه أمتكم أمة واحدة تجزئ مكم. والتجزئة غلط إسلامي وغلط في فهم الحياة والواقع. أنا جاءني سفير فلسطين هنا وجلس هنا، سفير فلسطين في إيران، فتح الفتح. قلت له أنكم مشيتم 50 سنة لإحياء القومية العربية ومن خلالها فلسطين، هل تمكنتم؟ وقلت له إن العرب 150 مليون، لماذا لا تدعون إلى الوحدة الإسلامية ذات 1,000,000,000؟ وهل من العقل أن الإنسان يترك 850 مليون ويأخذ 150 مليون؟ فليكن هدفنا جميعا الإخوة والأخوات إحياء حكومة إسلامية ذات 1,000,000,000 مسلم. نعم، تونس في خلال هذا، المغرب في خلال هذا، فلسطين في خلال هذا، العراق في خلال هذا، هذا صحيح. هدفنا إحياء هذا الإنسان وإحياء يده في خلاله، وإحياء عينه في خلاله، وإحياء رجله في خلاله. يجب أن يكون الهدف هذا. وأنا شخصيا عندي كتاب، اسم الكتاب إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم، والكتاب مطبوع وسوف يقدم لكم إن شاء الله تعالى. هذا الهدف هو الذي نتمكن أن نسير إليه، ويجب أن يكون هذا الهدف هو هدفنا نحن المسلمين. ذات مرة، قصة مشهورة ولعلكم سمعتموها، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يحفر الخندق. في قصة طويلة لا أقول من القصة إلا كلمة، الرسول ضرب المعول على حجر فخرج منه شعاع، فقال إني رأيت في هذا الشعاع قصور كسرى. وذاك اليوم الرسول محصور في المدينة، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذا زاغت الأبصار
وبلغت القلوب الحناجر محصور. ثم ضرب ثانيا وقال إني أرى قصور قيصر في هذا الشعاع، ومرة ثالثة وقال إني أرى قصور كذا، الدول العالمية في ذلك اليوم. المنافقون ضحكوا، قالوا إنه لا يتمكن أن ينجي نفسه ويحصر نفسه في خندق خوفا، ثم يرى قصور كسرى وقصور قيصر وقصور هرقل. لكن الرسول كان يعرف الواقع، كان يرى الإسلام الوثاب، ما كان يرى التجزئة الصغيرة والمدينة أو مكة أو الجزيرة العربية. معنى هذا الكلام للرسول يعني أنكم ستصلون إلى قصور كسرى وهرقل، يجب من هذا المنطلق ننطلق. أحد الشعراء يصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شعر جميل له، يقول: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. همته الصغرى أجل من الدهر، مو الأرض، هذا الدهر، أما الكبار لا منتهى لكبارها. المسلم يجب أن يكون هكذا أسوة. شنو معنى أسوة؟ يعني تصلي صلاته صحيح، تصوم صومه صحيح، همتك كهمته أيضا صحيح، وعملك كعمله أيضا صحيح، وحركتك كحركته أيضا صحيح. الهدف يجب أن يكون هكذا. ثم نحن المسلمين كنا حكومة تاريخيا، الرسول بدأ الحكومة بالحكومة الواحدة صلى الله عليه وسلم، في زمن الخلفاء حكومة واحدة، في زمن الأمويين حكومة واحدة، في زمن العباسيين حكومة واحدة، ثم جاء الاستعمار والاستثمار من الخارج والجهل والأنانية والكبر وحب السلطة والشهرة وما أشبه من الداخل، فجزع بلاد الإسلام. تونس يجب أن تكون كالمغرب، كإيران، كباكستان، كأفغان، كالعراق، كلها بلد واحد. يعني أنت تتحرك من تونس إلى طهران كما تتحرك من بلد في تونس إلى بلد، وتتحرك من سوريا إلى ليبيا إلى مصر كما تتحرك من بلد إلى بلد. طول شيء ناصر، كذب، خداع، دجل، ضد الإسلام، ضد العقل أيضا. أمريكا 54 جمهورية، روسيا كم جمهورية، أما نحن كل قطعة قطعة قطعة، هاي تونس وهذا الجزائر وهذا مراكش وهذا كذا، مهزلة أصلا، مهزلة. أنا عندي قصيدة قلتها قبل 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، نددت بهذا الشيء، وفي أشعاري لهذا الشيء، الأشعار بهذا الوزن مطبوع في لبنان، طبع في بلادي، في بلادي، مكرر، في بلادي، في بلادي، كل أميال دويلة، حكم المستعمر الكافر في التبضيع ميلة. شنو معناه؟ الاتحاد قوة، روس يفهم هذا الشيء، أمريكا تفهم هذا الشيء، أما نحن لا نفهم، يجب أن نفهم من جديد. ثم تقول هذا الشيء بعيد، أبدا مو بعيد. أما من ناحية نصر الله، أن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالوعد الغيبي لنا. أما عالم اليوم، كلكم تعلمون أن في الهند 800 مليون، هل هي حكومة واحدة أو حكومات؟ ومن وحدها؟ حزب المؤتمر، بينما كانت 600 حكومة في أيام الاستعمار البريطاني. الصين كم مليون؟ 1000 مليون. من وحده ومن وحدها؟ ما هو جماعته، ولو أن هؤلاء كفر باعتقادنا نحن وفجره، ولهم في الدنيا العار وفي الآخرة النار، لكن هذا واقع. فإذا كافر فاجر يتمكن من توحيد حكومات إلى حكومة 1000 مليون، هل لا نتمكن نحن؟ نتمكن نحن، بس نحتاج إلى همة.
الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يقول: وأوصي الأصدقاء كلا باقتناء كل واحد نسخة من نهج البلاغة وقراءته من أوله إلى آخره، لأن هذا كتاب من ربي على يد رسول الله وعلم في مدرسة القرآن. الإمام أمير المؤمنين علي يقول: المرء يطير بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. كن مهتما، يجب أن نفكر في هذا الشيء. إذا كنا مفكرين في هذا الشيء من قبل جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، إذا ما كنتم مفكرين في هذا الشيء فكروا من هذا اليوم في هذا الشيء. هذه المقدمة تقريبا، أو إحدى الأشياء الثلاثة بالنسبة إلى الهدف. ماذا يجب أن يكون الهدف؟ الجواب: حكومة واحدة إسلامية عالمية ذات 1,000,000,000 مسلم بلا حدود ولا تبضيع ولا كل أميال دويلة ولا فوارق لغوية ولا فوارق لونية ولا فوارق اقتصادية، وإنما كالبلد الواحد كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون كالعضو الواحد، إذا اشتكى منه عضو اشتكت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والغربيون والشرقيون ما تجرأوا علينا إلا بعد التبضيع، أفغان، أرتريا، فلسطين، العراق وإيران، الحرب الحدودية، برما، الجمهوريات الست التي اقتطعتها روسيا من عندنا، عندنا 6 جمهوريات إسلامية في روسيا: أرمينيا، أذربيجان، قازقستان، جورجيا وإلى آخره. فإذا توحدنا، لا يهود ولا أمريكيين ولا فرنسيين ولا ما أدري روسيين ولا صينيين. هذا الشيء الأول، وألخص وإلا الكلام طويل. الشيء الثاني: ما هو الطريق إلى هذا الهدف؟ الطريق إلى هذا الهدف 3 أشياء: الأول التنظيم، الثاني الفكر، الثالث مراكز الإشعاع. تنظيم القوم، الآن نحن أمام تنظيم شيوعي في العالم أقل نفوسها في روسيا فقط 17 مليون، ولو أني شخصيا أحتمل أن التنظيم ما يقارب 25 مليون، تنظيم الروسي للشيوعي. وأمام تنظيم غربي المرتبطين بالباب في الفاتيكان، قرأت في تقرير أن المرتبطين به 50 مليون تنظيم، وأنت أمام كم من تنظيمك؟ 10,000، 5,000، هذا لا يتمكن أن يقاوم، شيء واضح. يجب أن توسع تنظيمك، يعني أقل تقدير نحن نتمكن من إنزال هذا الهدف إلى عالم الوجود إذا كان عندنا فرد تنظيم 10 ملايين في كل البلاد الإسلامية. التنظيم القوي يتمكن أن يسقط هؤلاء الطواغيت، لأن الفارق بين حكم الله وحكم الطاغوت كلمتان: الكلمة الأولى أن يكون الحكم كله لله من الكتاب والسنة، الفارق الثاني أن يكون الحاكم منتخبا من قبل أكثرية الأمة في انتخابات حرة، وكان رجلا له مواصفات وصفها الله ورسوله في كتابه وسنته. هذا الفارق. أي مكان هذا الشيء موجود فهو حكم الله، انتخابات أكثرية الأمة لرجل يرضاه الله وترضاه الأمة شيء، والشيء الثاني عبارة عن أن يكون الحكم حكم الله، مو حكم الجاهلية ولا حكم البرلمانات المزيفة ولا حكم الغرب والشرق. إذن الشيء الثاني، الكلمة الثانية يعني التنظيم القوي الكثير، يجب أن تجتهدوا ليلة نهار لهذا التنظيم. حتى ذات يوم يقال: كم أفراد في منظمتك؟ تقول: 10 ملايين. هذا صالح،
وهذا شيء واقع وكائن. وقرأت أنا في تقرير أن غاندي محرر الهند المشهور كان حسب المؤتمر لهم 4000 إنسان، فقرروا في مؤتمر من مؤتمراتهم أن يكون أعضاء الحزب إلى المؤتمر القادم 4 ملايين، يعني كل واحد يجب أن يدخل في التنظيم 1000 إنسان. وبالفعل لما وصلت الحالة إلى المؤتمر الثاني كان في المؤتمر عدد المؤتمرين 4 ملايين. هذا الشيء واقع، 4 ملايين يمكن أن ينقذ الهند في واقع. والهند ككل، مو هند كجزء جزء جزء. فالطريق إلى هذا الهدف قلنا 3 أشياء. الكلمة الأولى هدف، انتهت. الكلمة الثانية الطريق إلى الهدف. مقوم الطريق إلى الهدف 3 أشياء أيضا. الأول التنظيم القوي المرهوب الجانب، حتى يكون في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية لها فروع وجذور وسواقي. التنظيم القوي الشيء الأول. الشيء الثاني الفكر، يجب أن تعطي الفكرة للناس حتى لا يتصور الفلسطينيون أنهم قوميون، والأفغانيون أنهم أفغانيون، والإيرانيون أنهم إيرانيون، والتونسيون أنهم تونسيون. أبدا، نتصور نحن عضو في جسد. أي يوم تصورت اليد أنها مستقلة يعني سقطت. وكذلك العين والمعدة والقلب والكبد والرئة، يجب أن يتصور كل مسلم أنه عضو. تعطيهم الفكر. يجب أن يفهم كل مسلم ما هو معنى حكم الله، وأي فرق بين حكم الله وحكم الطواغيت، وأننا ماذا نحصل إذا خرجنا من ربقة العبيد إلى ربقة رب العبيد. يجب أن يتصوروا هذا التصور. تعطيهم الفكر. يعطاهم الفكر كيف؟ بالجرائد، بالمجلات، بالنشرات الحائطية، بالإذاعات، بالتلفزيونات، بالصحف، بأي وسيلة، بالمؤتمرات، بالمنظمات، بالجمعيات، بالهيئات. تعطيهم هذا الفكر. المعرفة صدرت والحبيب صدرت، لكن بإمكانكم أن تخرجوا المعرفة والحبيب من فرنسا وبريطانيا، وبإمكانكم أن تخرجوا 1000 مجلة وجريدة، لكن قووا أنفسكم حتى تتمكنوا. أكو مجلة غربية استعمارية تسمى ريدرز دايجست، يمكن شايفين المجلة، ما أدري، يصدر منها في كل شهر 36 مليون، وهي مجلة واحدة من 10,000 مجلة تصدر في أمريكا. في أمريكا وحدها أكو 10,000 مجلة، هذه أحدها. وفي أمريكا وحدها أكو 2000 أو 2000 جريدة. وفي اليابان قرأت في التقرير، في اليابان أكو 5,000 محطة تلفزيون. 5,000 محطة تلفزيون. هؤلاء إنما تمكنوا أن يأخذوا بزمام العالم بالدعاية والتبليغ والإعلان. يجب أن نكون هكذا. وقرأت قبل 10 سنوات أو أقل أو أكثر، قرأت في تقرير يقول التقرير أن اليهود عندهم من الجرائد والمجلات أكثر مما عند كل العرب. اليهود وحدهم عندهم من الجرائد والمجلات أكثر من جرائد ومجلات كل العرب مجتمعا بكل بلادهم، بما فيها مصر وبما فيها لبنان. يجب أن تقووا، يجب أن تكونوا مؤلفين. هؤلاء الأخوات وأنتم الشباب الإخوة مؤلفات لازم. سامعين بنت الشاطي أيتها الأخوات؟ بنت الشاطي وكم لها من تأليف؟ فتاة. هؤلاء الشباب يجب أن يعرفوا أن في مصر رجل يسمى مصطفى عنده 300 تأليف مطبوع. 300 تأليف. قووا أقلامكم وأقلامكن، ألفوا، كونوا مؤلفين. الآن أنتوا كم عددكم؟ لا أعلم، 21. كل واحد ليؤلف 300 تأليف، كم تأليف يصير؟ وعندنا مؤلف في التاريخ الإسلامي اسمه جابر بن حيان تلميذ الإمام الصادق،
المؤرخون ذكروا أن عدد تأليفه 3000 تأليف، 3000 تأليف، مؤلف واحد مسلم قبل 1200 سنة. ممكن هذا الشيء؟ فإذا قلنا أنتم 21 يألف كل واحد منكم 300 تأليف في مختلف الجوانب الإسلامية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، التربوية، العبادية، السياسية، والأخير ما قلنا شيئا يعني اعتباطا لا تاريخيا ولا حاضرا، طه حسين وأنا لا أعتقد به لأنه منحرف عن طريق الإسلام، يدرس كتبه في 54 جامعة من جامعات العالم، بينما هو أعمى من صغره وأنت مفتح تتمكن من هذا الشيء. لكن يجب أن تعمل. إني سألت من أحد الأصدقاء المصريين، قلت له مصطفى، اسم مصطفى ما أدري فرد لقب آخر عنده، لأني قرأت تأليفه يعني جملة من تأليفه، قلت هذا ماذا يصنع بهذا الكيفية وهذا اللون التأليف العجيب الكثير؟ قال هذا كل ليل لا ينام، وكل الليل لا ينام. قال من أول الليل يصنع لي قهوة، ولا أعلم أنتم تقولون قهوة أيضا، يصنع لي قهوة من أول الليل، يجلس يألف إلى أذان الصبح حتى يقوم يصلي ثم ينام. قال كل ليل هكذا. فإذا قلت لكم كل واحد منكم ليكون مؤلفا 300 تأليف، مو بعيد، لا تاريخيا بعيد ولا في عهدنا الحاضر بعيد، حتى تعطي الوعي وتعطي الفكر في هذا العالم المزدحم بالدعاية، وتتمكن أن تكون ذلك الرجل حتى يقال عنك في المستقبل وفي الإذاعات فلان عنده 300 تأليف في مختلف الجوانب. الآن عندنا بعض الأصدقاء، ولا أريد أن أسميهم هنا، الآن عندهم أكثر من 100 تأليف الآن موجودين، وبعدهم شباب أمثالكم، ولعلكم لقيتم أحدهم في طهران، وهذا إنسان شاب أيضا، وله زوجة وله أولاد وله مرض وله صحة وله فقر وله غنى وله كذا وله كذا. يعني كانت عندنا أخت في الله، أقول للأخوات، هذه كانت تدرس 2000 فتاة، 2000 فتاة تدرسهم في المكبرة، بيت كبير أكبر من بيتنا، مرات الفتيات يحضرن في بيته وهي تدرس وراء المكبر، وحتى إذا خرجنا من بيته رأيت الشارع كله نساء. هذا ممكن؟ هذا هو الطريق إلى حكومة 1000 مليون مسلم. أما التمني فقد أجاب الله عنه في القرآن الحكيم، قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. يعمل سوءا، كسلك سوء، عدم همتك سوء، عدم علو همتك سوء، وبالعكس نشاطك، عملك، مثابرتك، صبرك، حلمك، استقامتك، كلها حسن. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. يعمل خيرا. قيل لهرتزل قصة سمعتها، من أين فكرت في إقامة حكومة بينما أسلافك 4000 سنة لا يفكرون في إقامة حكومة؟ هذا المجرم الذي أقام حكومة إسرائيل. قل له كيف فكرت في هذا الشيء؟ قال استخرجته من آية من القرآن. غريب، هم يقرؤون القرآن ويستخرجون منه آية ويؤسسون حكومة، ونحن أهل القرآن ولا نرتبط بالقرآن عمليا إلا قليلا. ما هي الآية؟ القرآن، واستخراج آية لإرساء دعائم حكومة فلسطين المحتلة إسرائيل. قال هذه الآية التي تلوتها عليكم الآن، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قال فكرت الموضوع أماني، هو قال نحن اليهود بالأماني نحن نعمل، بينما القرآن يقول ليس بالأماني، ففكرت في عمل جاد.
فكرت في عمل يؤدي إلى إنشاء حكومة وأنشأته، فلا نكن أقل من اليهود ومن هرتزل. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول في كلمة له غريب جدا، كلمة الإمام، وإن شاء الله تطالعون نهج البلاغة من البدء إلى الختم. الإمام يقول: الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم، من غير المسلمين. يا أمير المؤمنين يا علي، هل هناك غير مسلم يعمل بالقرآن؟ نعم، هذا معنى الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. يعني يأتون يستفيدون من بترولك وأنت تمشي فقير، يأتون يستفيدون من قرآنك وأنت تمشي خالي الذهن. هذا هو الشيء الثاني، الطريق، وهو أن نهيئ أنفسنا وأن نهيئ ذواتنا لأجل حمل هذه التبعة والحمل الثقيل، وعلى أقل تقدير نكون كماء الكافر بالله واليوم الآخر، وعلى أقل تقدير نكون كغاندي وهربهم. دعنا عن رسول الله وهممه صلى الله عليه وسلم، ودعنا عن سوابق المسلمين المجاهدين، لنكون هكذا. ونلحق بهذه الكلمة الثانية كلمة للأخوات. الإنسان يجب أن يعرف أن المرأة كالرجل في كل شيء إلا في شيئين: بعض أمور الجسد وبعض أحكام الشرع فقط. وإن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. آدم عليه الصلاة والسلام أول بشر على الأرض، وراءه من؟ حواء. موسى عليه الصلاة والسلام المشهور الكليم، وراءه من؟ آسية. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وراءه من؟ هاجر. عيسى عليه الصلاة والسلام وراءه من؟ مريم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم وراءه من؟ خديجة، لولا ماله خديجة. علي وراءه فاطمة بنت رسول الله. الحسين وراءه من؟ زينب. وكلكم تعلمون رجل عظيم وامرأة عظيمة، امرأة عظيمة ورجل عظيم. شو معنى هذا في التكوين وفي الخلق؟ يعني يجب أن تعرف المرأة قدر نفسها، قوتها، أصالتها، واقعيتها، إمكانية عملها. في أحد كلكم سمعتم أن كثير من أصحاب الرسول انهزموا، ونسيبه امرأة حاربت دون الرسول، حتى قال الرسول: لموقف نسيبه يوم أحد أفضل من موقف فلان وفلان، يعني من المنهزمين. شنو معنى هذا؟ ولماذا هذا الشيء؟ حتى تعطي للمرأة إنسانيتها، واقعيتها، اندفاعها، انطلاقها. في كلمة الإمام علي أيضا في نهج البلاغة يقول بالنسبة إلى بعثة الأنبياء، فلسفة بعثة الأنبياء، يقول: وليثير لهم دفائن العقول، في عقلك دفينة. الأنبياء يأتون ليقولوا في عقلك دفينة فجرها، كما أن في أرضك بترول فجره، في أرضك بترول فجره، المهندسون يقولون. في عقلك دفينة فجرها، الأنبياء يقولون. ففي عقل كل فتاة دفينة من العلم، صدق هؤلاء الفتيات الخمسة بإمكانهن، هنها، ما أقول غير إنسان، 5 × 300 × 1500 كتاب، كل كتاب يطبع من 50,000، كم يكون 1500 في 50,000؟ 75 مليون. بإمكانها الأخوات، صدق هذا الشيء ممكن وكائن. ولا تتصور أن الذي قلت كل كتاب 50,000 يعني بالغت، أبدا. أنا شخصيا عندي بعض الكتب طبع منه 500,000، أنا شخصيا كتاب واحد طبع منه 500,000. عندي كتب متعددة
أحد الكتب منها طبع من 600,000 أظن، فمن الإمكان هذا الشيء. هذه الكلمة الثانية. نأتي إلى الموضوع الثالث. في الكلمة الثانية قلنا في الكلمة الثانية ثلاث مواضيع: الطريق، التنظيم، إعطاء الفكر، مراكز الإشعاع. نحتاج في الشيء الثالث إلى مراكز الإشعاع. المدارس، المؤسسات، المساجد، النوادي وما أشبه، هذه مؤسسات يجب أن نبنيها نحن، نحن نبنيها مو الحكومة لا. وإني قرأت في تقرير في مجلة الاعتصام المصرية أن الشيخ مصري، شيخ مصري من الأزهر، شيخ قبل 50 سنة، هناك قرأت أنا يقول هذا الشيخ بحواشيه وأصدقائه أسسوا في مصر كم مؤسسة. حقيقة أنا لما قرأت وضعت يدي على عدد المؤسسات قبل أن أراها حتى أشوف كم أحتمل أن الإنسان الواحد مع جماعة من أصدقائه يؤسسون مؤسسة، مؤسسات الصحية والثقافية والدينية والمساجد وما أشبه، كم موجود هناك. يقول إنه في ظرف 50 سنة أسس 18,000 مؤسسة، رقم خيالها، لكن هذا الخيال أفرغه هذا الشيخ. أسس هو وأصدقائه في ظرف 50 سنة 18,000 مؤسسة، وهو كان من أسباب قوة المتدينين في مصر، لأن كل قرية فيها مؤسسة للشيخ، كل قرية فيها مؤسسة، كل قرية فيها مؤسسة، المتدينين اجتمعوا حول هذه المؤسسة. وسبب قوة المتدينين في مصر هذا الشيء. هذا هو الشيء الثالث، وهذه هي الأمور التي هي طريق أو طرق إلى تأسيس حكومة 1,000,000,000 مسلم: التنظيم، الفكر، الكتاب والمجلة وما أشبه، والشيء الثالث المؤسسات. نأتي إلى الكلمة الثالثة وهي آخر آية نزلت على رسول الله، ما هي؟ صلى الله عليه وآله وسلم. آخر آية، إن آخر آية نزلت على رسول الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الحياة يا إخوة ويا أخوات سبيل وطريق فقط. نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا نزول وارتحال، الحياة هكذا. الشعر الآخر يقول: وخذوا مآربكم، مآرب جمع مأرب، مأرب عن الحاجة، وخذوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. عمرنا سفر. الآن أنا قطع من الطريق 52 مرحلة، الأخ قطع من الطريق 25 مرحلة، الأخ 22 مرحلة، الأخ 20 مرحلة، الأخت 15 مرحلة مثلا. وخذوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. يجب أن نفكر دائما نحن أنه يأتي يوم يموت ونموت. إن الطبيب له بالطب معرفة، ما دام في أجل الإنسان تأخيره. وإذا متنا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا نشرنا ونسأل بعده عن كل شيء، يوضع تحت التراب وانتهى. أين الحسن؟ مات. أين التقي؟ مات. أين صالح؟ مات. أين فاطمة؟ ماتت وانتهى. الإنسان ما دام يموت فيجب أن يفكر لهناك، إنما الدنيا فناء ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت، ولعمري
عن قريب كل من فيها يموت. يجب أن نفكر اللي هناك. حياتنا سفر وأيامنا عدد، ثم يذهب كل شيء، الحلو والمر والسجن والتعذيب والإعدام والقصر والسيارة والمال والرصيد والشهادة الجامعية والزوجة وكل الزوج وكل شيء يذهب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله أرني. فبعضه الرسول بجمل، كان شاعر جالس، قال: يا رسول الله أجزني أن أنظم هذه الجمل في شعر. قال: أجزت لك. الرسول قال له، فنظمها في شعر من جملة الأشعار هذا الشعر، وهو كلام الرسول المنظم بحضور الرسول: ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا فيهم ثم يرحلوا. أهل ضيوف، أنت ضيف في بيتك، وهذا ضيف في بيته، وهذه ضيف في بيتها، نحن ضيوف. يجب أن نفكر لهناك. تفكيرنا لهناك شنو؟ أن لا نقترف محرما، أن لا نترك واجبا، أن لا ندع أمرنا يذهب ببطالة، أن نفكر دائما في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. رؤية بهلول، ويقين سامعين اسم بهلول. بهلول عنده كتاب جميل، خذ الكتاب واقرأوه، كله عبر وعظات. رؤيا بهلول ذات مرة في المقبرة يخاطب القبور: أيها المجانين، أيها الكذبة، أيها المجانين، أيها الكذبة. قال: يا بهلول، هل جننت مرة ثانية؟ قال: لا، هؤلاء هم المجانين وهؤلاء هم الكذبة. كانوا يقولون لنا: الدار، أين الدار؟ يقولون لنا: القصر، أين القصر؟ يقولون لنا: المنصب، أين المنصب؟ الإمام علي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى أنقل منه قصة، جاء للمقبرة وخاطب أهل القبور، قال: أيها الأموات، أما ديوركم فقد سكنت، وأما أزواجكم فقد نكحت، وأما أموالكم فقد قسمت. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم توجه الإمام إلى أصحابه وقال لهم: إذا أذن لهم بالكلام لقالوا: وجدنا خير شيء هنا العمل الصالح. فيجب علينا أن نفكر في الآخرة وأن نفكر في الموت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم نعطى كل واحد منا كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله لكم جميعا وللمسلمين جميعا العلم والعمل، حكومة إسلامية عالمية زاهرة. أكو في أدعيتنا نحن دعاء، ولا أعلم عندكم هذا الدعاء أم لا: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وفي دعاء أيضا هذه الجملة: الحمد لله قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.